أهلا وسهلا ومرحبا بكم، يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بحضراتكم في نزهة لغوية جديدة ونحن نتجول بكم في حدائق اللغة وبساتينها. أحبابنا الكرام، قد تتساءلون عن الفرق بين الرؤوف والرحيم. الرؤوف مأخوذ من الرأفة، والرأفة هي أشد الرحمة، أما الرحيم فهو مأخوذ من الرحمة، والرحمة هي الرقة والعطف. حينما نتجول في كلام الله سبحانه وتعالى نجد أن صفتي الرؤوف والرحيم قد تكررتا في كلام الله سبحانه وتعالى كثيراً. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال عز وجل في آية أخرى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال عز وجل في آية أخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرؤوف والرحيم صفتان مشبهتان، الأولى مشتقة من الرأفة والثاني مشتقة من الرحمة، لكن عند علماء اللغة المحققين يرون أن هناك فارقاً دقيقاً بينهما، فالرأفة هي أشد وأقوى من الرحمة، بينما الرحمة هي اسم جامع شامل لكل ما ذكر بالإضافة إلى الإنعام والإفضال. ما سر الجمع بين الرؤوف والرحيم؟ قد تتساءلون أيها الإخوة الأفاضل عن سر الجمع بين الرؤوف والرحيم في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم: الرحمة اسم جامع يدل على كل رحمة ينزلها الله سبحانه وتعالى، بينما الرأفة وصفة الرؤوف هي الرحمة الخاصة التي لا يعطيها إلا لمن يستحقها. لأجل ذلك كانت الرحمة صفة عامة، بينما الرأفة هي رحمة ولكنها رحمة تعطى لمن يستحقها. الرحمن المنعم بجلائل النعم، الرحيم المنعم بدقائقها. ما هي جلائل النعم؟ جلائل النعم السمع، البصر، الفكر، العقل. وما هي دقائق النعم؟ قوة السمع، قوة البصر، قوة التفكير، قوة الحافظة. فجمع الله عز وجل بين هاتين الصفتين الرحمن والرحيم ليجمع بين جلائل النعم وبين دقائق النعم، كما أنه جمع بين الرؤوف والرحيم ليجمع بين الرحمة الخاصة والرحمة العامة. ونخلص في هذا الاتجاه إلى أن بين الرؤوف والرحيم اشتراك دلالي يتجلى في صفتي الإنعام وصفة الإحسان، لكن الرحيم صفة عامة ورحمة عامة يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن شاء، لكن الرأفة هي رحمة خاصة لا يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا لمن يستحقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.